تاني خبر معانا، الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي بيواجه الاتحاد السكندري الساعه 7 على استاد الاهلي والسلام. المباراه اللي كانت متاجله من الجوله الرابعه لبطوله الدوري الممتاز، وفريق الاهلي اختتم امبارح استعداداته للمباراه على ملعب التتش، ومارسيل كولر المدير الفني للفريق عمل محاضره بالفيديو مع اللاعبين عشان يتكلموا في كل الجوانب الفنيه والخططيه الخاصه بالمباراه، وان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي باذن الله. يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي النهارده.